جديده من سفره طبيعه صدى البلد معاكم توته مراد. حلقه النهارده كلها فسفور، يعني هتقوموا من الحلقه دي منورين. حلقه سهله جدا وبسيطه، يمكن اول مره نعمل الصنف اللي قدامي ده النهارده، بس عايزه اقول لكم الطاجن ده يعني بالتحديد بره غالي جدا، هو المكون الاساسي بتاعه مش رخيص، بس انا قلت ايه، يعني احنا واخدين اجازه بقالنا فتره كده، فنرجع ايه ندلعكم من الاخر وادلع برضو حبايبي اللي هنا. هنعمل وصفتين، هنعمل جمبري بالخلطه على الصينيه على البوتاجاز، مش هدخله الفرن، وهعمل طاجن بطارخ بالكريمه. البطارخ اللي هي البوري بتبقى موجوده من دلوقتي لحد شهر مارس، احلى بطارخ تاكليها في الوقت ده، بتبقى حلوه جدا، والكيلو غالي شويتين ثلاثه بس، يعني ممكن تشتري حتى 200 جرام تعملي طاجن نونو كده، كل واحد ياخد ايه شوكه دوقين. طب تعالوا نسميه بالله ونشوف الاول مقادير طاجن البطارخ بالكريمه. زي ما انتم شايفين كده شكلها منور وزي الفل، دي طعمها روعه، يعني طعمها خرافه. معايا بطارخ زي اللي انتم شفتوها دي بالظبط، معايا كمان بصل مفروم، يفضل يبقى بصل ابيض مش بصل احمر، معايا فلفل رومي، ثوم مفروم، كريمه طهي، بحبحي ايدك بقى في الكريم، يعني روحي اشتري لك كده العلبه اللي هي اللتر، عشان هي الوصفه دي بتحب الكريمه كتير عشان بتستوي جواها. معايا معلقه كبيره من الدقيق، دي اختياري، بس انا عايزه اربط الصوص شويه لاني مش هقدر اسيبه يتكثف على النار مده طويله، فبالتالي هربط بمعلقه صغيره من الدقيق. معايا كمان زيت وزبده لو حابه، جبنه موتزاريلا، شبت مفروم، وملح وفلفل اسود وبس. انا هبتدي في الوصفه دي على طول لاني مش مجهزه منها نسخ، فيا دوبك هتدخل تحت الشوايه تتحمر كده وتاخد لون حلو. طب تعالوا نسمي بالله ونبتدي نشوف. هنقول الجمبري مع بعض بس بعد ما نخلص الوصفه دي على طول. تعالوا نشوف ايه الدنيا اهو، حطيت عندي ايه، نشيل بس كده عشان تبقوا شايفين. بصوا بقى، في ناس بتعمل البطارخ مش بتسويها على النار، هي من الحاجات اللي عامله زي كبده الفراخ كده، ما بتاخدش وقت ولا تسويه، وتقليب فيها كتير بيخليها تتهري، فخدوا بالكم برضو من النقطه دي. معايا زيت وزبده، هنزل بالبصل، هي بصلايه كده بيضه، معايا فلفل رومي، معايا فصين ثلاثه توم، شوح كل الحاجات دي مع بعض. الخضار بتاعي يستحمل تشويح لكن البطارخ ما تستحملش تشويح. نفس الكلام عندي برضو في الطاجن بتاع الجمبري او الجمبري بالخلطه، اقدر اعمل الخضار اشوحه براحتي، لكن الجمبري او السمك او اي حاجه من الكلام ده روحها قصيره، لو اتحط على النار مده طويله هتتهري، دي رقم واحد. رقم اتنين، هتشد وتجل كده، لما بنيجي ناكل جمبري بنلاقي ان هو ايه، لما بنعمله في البيت بنلاقي ان هو مقستك كده زي ما بيقولوا، لكن عموما البحريات 10 دقايق بالكتير قوي على النار، يمكن الجمبري ممكن 4 دقايق وتسويه تاكليه، مش هيكون في اي مشكلة. أنا بشوح الحاجات عندي كده. تعالوا بقى نظبط شوية إيه التوابل بتاعتي. معايا ملح، فلفل أسود، أنا عايزة بس الحاجات تدبل، يعني عايزة حاجة بسيطة، مش عايزاها تغمق قوي لكن عايزاها تدبل. طب تعالوا نقول مع بعض، نشوف عندنا الجمبري بالخلطة. الطاجن ده طعمه وهمي وسهل وبسيط، مفيش أي حاجة صعبة ولا في دبكة ولا في كركبة ولا في مقادير كتير. طيب تعالوا نشوف الجمبري عندي مقاديره عباره عن ايه. معايا الجمبري طبعا بالقشر، عايزه تشيلي الراس وتسيبي بس الديل، عايزه تخليه كله مخلي مفيش مشكله، بس جمبري بالخلطه صينيه بيتعمل زي ما انتم شايفين كده، بس بننضف خط الرمل اللي موجود في الظهر زي ما انتم شايفين اهو، بصوا نضيف ازاي وزي الفل، وبعد كده نكمل فيه تسويه بطريقتنا اللي احنا هنعملها. طيب معايا بصل، طماطم، فلفل وفلفل اخضر، ومعايا كمان فلفل احمر حامي، كزبره مفرومه، ثوم مفروم، ليمون، نص ليمونه كده بتتعصر في الاخر، معلقه كبيره صلصه طماطم او طماطمتين مبشوره، مش عايزه الجلد، عايزه بس القلب بتاعها، زبده وزيت، كمون، ورق لورا، كاري، شعر كاري، يعني نص معلقه صغير كده مع الخلطه دي بتودي الطعم في حته تانيه خالص. بابريكا، ملح وفلفل اسود، وممكن تحطي لو عندك مرق الجمبري، لو شلتي الروز بتاعت الجمبري و يعني هتستخدميها مثلا في مرقه تعملي منها مرقه يبقى هتدي كبشه وهو بيستوي. طيب تعالوا ناخد حاجتنا هناك عشان عايزه اشتغل في الوصفتين مع بعض. ادي اهو يلا بينا، هاخد بس الزبده، خدنا الزبده ناخد الزيت عندي. يا سموحه صباح النور، ازيك؟ صباح الهنا يا روحي، عامله ايه؟
عامله ايه وحشتينا. وانتي اكتر يا روح، انا خلاص هتعود بقى كل يوم على سماع صوتك الحلو ده. اه مش مصدقه والله، انا حاسه ان انا بحلم والله. حبيبه قلبي ربنا يكرمك ويفرح قلبك. منوره الدنيا كلها والله العظيم. اشوفك بنورك يا روحي. طمنيني عامله ايه؟ والله في نعمه الحمد لله. طبختوا ايه امبارح؟ ما كنتش لسه عارفه هتطبخي ايه. انا كنت معزومه. يا روحي يا رب دايما كده يعني. حبايبك كتير. يا رب يبارك لك. يا رب يا رب اللهم امين. بس استاذنك بس كده، يا منى نوع كيكه كده عايزاها لسه يعني. كنت سامعانا قبل الهوا ولا ايه؟ لسه بيقولوا لي هنا عايزين كيكه. اه عيوني. وانا بقى من ضمن اللي عايزين برضه. يا سلام عينيا ليكي يا روح قلبي. ربنا يبارك لك. انتوا تؤمروا ما بين ايديك يا رب اللهم امين يا روحي. يا رب حبيبتي نورتيني يا قمر. حطينا ايه ده كده؟ بعمل الجمبري الصينيه. حطيت بصل احمر في الصينيه بيبقى الاحلى الاحمر، تمام. حطيت بصل، فلفل اخضر، فلفل حامي، سن الثوم. نجيب سباتيولا كده تانية ونقلب كل الكلام ده. الصينيه دي بقى طعمها بيبقى خطير. عايزه تحطيها في الطاجن تديها وش موتزاريلا، يا سلام هتبقى برضو حلوة قوي. تعالوا نشوف توابلنا بقى. معايا لورا والكاري، شعرية بسيطة قوي بس بتفرق قوي في الطعم. ادي بصوا هحط قد ايه كاري اهي. ورق اللورا عندي يتحمر كده يخرج الريحة الحلوة بتاعته. ولسه مش هنزل بالطماطم او بالصلصة لسه مش دلوقتي. الخضار لو قعدت اشوح فيه 10 دقايق مش هيبقى فيه مشكله، لكن لما اجي احط السي فود بتاعي سواء سمك جمبري فيليه اي نوع هيتهري معايا. هنا عندي الكلام شغال اهو زي الفل. بصوا بقى عشان ايه نبقى، انا بصراحه يعني ايدي واخداني على قرنين فلفل نشطشط شويه المسائل هنا. البطارخ اقدر ان انا احط دلوقتي الخلطه دي او الخضار ده في الارضيه بتاعت الطاجن وارص البطارخ واسقي الكريمه وادخلها الفرن مع طبعا وش الموتزاريلا. بس انا واحده من الناس بصراحه برضو عشان نبقى على نور بحب اديها تشويحه، فالموضوع اختياري. لو انت هتقدري تشوحيها على طول من غير ما تتهري منك زي ما انا هعمل دلوقتي اعملي اللي انا هعمله ده، هيديكي نتيجه خطيره. طيب عندي ادي البطارخ اهي، بصوا عندي شكلها بيكون، طلع واحده كده اوريكم. شايفين البطروخ عندي منور وزي الفل ازاي؟ هنزل بيه هنا اهو. يلا بينا. بصوا بقلب ازاي؟ يعني اللي هو بس يشم النار، مش عايزه تقليب كتير عشان ما يتهريش. ادي اهو. وهدي ايه؟ زود بس رشه فلفل اسود وندي رشه ادي بصوا رشه دي بس تربط عندي الصوص، مش عايزه اكتر من كده اهو. بصوا بقلب ازاي؟ شايفين يا دوبك، مش تقليب تقليب بقى لا، يا دوبك كده من تحت لفوق بس يشم النار اهو. عايزه اقول لكم ما بياخدش اكتر من 5 دقايق 10 دقايق بالكتير اهو. عندي الدقيق ما بقاش واضح، اروح مسميه بالله ونازله بالكريمه. بصوا بقى الطعم خطير خطير لأبعد الحدود اهو. الطاجن ده بره برقم يعني بسعر كبير، فبالتالي لو حتى دفعنا مثلا يعني نص كيلو برضو اوفر من بره للناس اللي غاويه اكل الاسماك اهو. شايفين بقى معلقه الديبه الصغيره دي هتربط عندي الكلام وتبقى خطيره. طيب تعالوا نشوف هنا عندي الاخبار، ما ننساش طبعا سنه الشبت. يا مدام سهام يا قمر. يا قمر يا قمر، صباح الخير يا قمر. صباح الهنا والسعادة. عاملة ايه يا روحي؟ الحمد لله يا توتة. انت عاملة ايه يا توتة؟ صوتك احسن النهاردة الحمد لله. تستاهل الحمد، تستاهل الحمد يا حبيبتي. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وانت بالصحة والسلامة يا روحي. كل اكلات جميلة يا توتة حبيبة قلبي. ربنا يكرمك ويفرح قلبك. ربنا كده يديك الصحة والعافية يا حبيبتي. يا رب اللهم امين. يا رب حبيبتي، وما يحرمني منك ابدا ولا من سماع صوتك الحلو ده. ممكن يا توتة اعمل ايداء؟ طبعا يا سلام، براحتك طبعا يا روحي. طب اعمل ايداء للدكتور احمد ابو زيد والمهندس والست حرم المهندسه ساره ولينا ولاده وليلى. ولينا والنبي يا توتة ياكلوا عشان مش بياكلوا. لا اسمعوا بقى كلام وكله كده عشان تكبروا وتبقى صحتكم زي الفل. والإعادة إمتى يا توتة؟ 7 الصبح، يعني آخر حاجة كانت 7 الصبح.
7 الصبح وبسلم على الاستاذ محمد والاستاذ سباعي وآية وبقول لهم انتوا حبايبي كل سنه وانتوا طيبين يا رب وانتي بالصحه والسلامه ودايما كده منورانا ومسمعاني صوتك الحلو حبيبه قلبي. شوفوا بقى الكلام عندي هنا عامل ازاي. يا نهار يعني الريحه خطيره. انا عايزه بس اجيب الماسك عشان يعني اوريكم الدلع اللي عندي في الطاسه. بصوا بقى الجمال. بصوا اللون، لون الخلطه لوحدها تتاكل بالمعلقه ما شاء الله. انتي هتجري؟ لا امسكي نفسك. انتي وقعتي هجيبك برضو. ده جمبري اهو. عايزه اقول لكم ان انا ممكن اقفل عليه على كده ويتاكل. حد هيقول لي ده ني؟ لا مش ني. نزل عندي مع السخونه بتاعت بقيه المكونات الموضوع عندي هيبقى تمام التمام. طب تعالوا بقى اللي انا كنت بحكي لكم عليه بتاع ايه، سنه الدقيق اللي ربطت عندي الصوص. بصوا القوام عندي عامل ازاي. بصوا شايفين يعني انا بعمل كده اهو تقل عندي في سمك مش صايد كده زي ما بنقول. هروح عامله ايه بقى، جايبه الطاجن نقله فيه الكلام ده كله. جيب بس معلقه ادوق الملح وننزل بسنه الطماطم. عايزه لون هيفضل محمر كده وحلو. بسم الله سنه ملح وسنه فلفل اهو. هزود سنه كريمه وهدخله الفرن حالا. حاجه خطيره الطعم مش قادره اوصف لكم قد ايه حلو. بصوا البطروخ عندي ماسك نفسه ومالي مركزه ازاي في اهو شايفين. ننقله بقى عندي في الطاجن. حالا نجيب الطاجن يا حبيبه. زيك يا حبيبه. يا حبيبه صباح الورد يا روحي. طيب ارجعي كلمينا تاني. نعمل كده وندلع بقى الكلام ده كده. حبه موتزاريلا حلوين وهدخله حالا تحت الشوايه. مش هياخد اكتر من 3 دقايق. النار عندي حاميه رافعه رف الشبك لفوق فمش هياخد ان شاء الله. والجبنه تبقى سايحه وتمام التمام وبس خلاص. يلا بينا على الفرن ندخله على طول. وقبل ما نختم هيكون خارج معايا باذن الله. بسم الله. فكروني بس يا محمد والنبي عشان ايه ما نبقاش طارفين ومكلفين وفي الاخر يحصل حاجه، عشان بس نبقى متابعين مع بعض الموضوع. طيب تعالوا بقى. خلاص الجمبري عندي كمان فاضل له حاجه بسيطه جدا ويبقى جاهز. نلم بس حاجتنا كده اهو. ندي بس تقليبه للايه اهو. نجيب بس انا المسك حطيته فين اهو. تقليبه وهدي دلوقتي شبت بقى كزبره اللي انت عايزاه يعني دي بتاعتك انت اختياري اهو. نجيب بس شويه الخضره عصره ليمونه. بس بقى الليمونه تنزل بقى تضيع اي طعم عندي مش مستحب. في ناس تقلق شويه من موضوع الزفاره لكن مع عصره الليمونه دي خلاص انا بقضي على اي زفاره موجود اهو. ادي عندي الليمونه سن الكزبره بقى شبت اي خضره انت حباها تقدري تحطيها مفيش اي مشكله. يعني انا مش من الناس اللي بقول مثلا ده مش موجود فالوصفه باظت او ما تنفعش. لا اللي موجود عندك حطيه. بسم الله. فاضل يعني هزود حته الزبده حتتين مش حته واحده وتقليبه اهو. بصوا بقى انا ضفت الطماطم في الاخر ما تهرتش ولونها عندي زي الفل. عايزه تلمي بقى الكلام اللي في الطاسه ده او في الصينيه ببق ميه صغنن مفيش مشكله. بس انا بالنسبه لي هو كده استوى. تعرفوا منين ان هو استوى؟ توصل عندي للشكل ده اهو شايفينها. ما تبقاش ايه قافله قوي ولا تبقى مفروده زي ما كانت. حته الزبده بقى تنزل. حاضر يا استاذ سباعي اهو. هزود بس عارفين اقل من بق ميه حاجه بسيطه بس تديني صوص كده دلع. بصوا شفتوا قد ايه؟ ربع كوبايه مش اكتر من كده. يلا بينا نشيل حاجتنا. طيب الاول اهو نشيل كده الكلام نروق مكاننا ونبقى خلصنا وتمام التمام.
جيب منديل خلاص عندي كل حاجه شغاله عندي زي الفل والموضوع ماشي تمام التمام. هاخد نظره سريعه دلوقتي على الفرن. دقيقه بالظبط ويطلع قدامكم. طبعا الاكله دي بقى عايز تقدميها تتاكل بعيش، تتاكل جنب رز، احنا عاملين رز بالكاري ورق لورا وبصلايه كده وفص ثوم، سنه حبهان، فص مستكه، كل الحاجات دي مع بعض في الاخر بتديني نتيجه روعه. تعالوا بقى ندي تقليبه كده للجمبري ونقدمه ونطلع بعديها الطاجن. بصوا بقى شويه المرقه اللي عندي اللي نزلت دي، يعني الريحه خرافه، مش قادره اوصف لكم الريحه حلوه ازاي. بس شويه جمبري بالخلطه مفيش بعد كده. طلع الطاجن من الفرن ونبقى كده خلصنا. بسم الله. نلبس الجوانتي بقى عشان لسه ملسوعه امبارح. مين يا سباي؟ سميره؟ انا سمعت صح؟ صباح النور يا استاذ سميره. ازيك عامله ايه؟ ازيك انت؟ الحمد لله. عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله. يا رب دايما اموريني. ازيك؟ قولي لي عندك اي سؤال؟ عايزه اخليها تعملي طريقه الكيك. الكيكة عناية، عايزة كيكة برتقان ولا شوكولاتة ولا فانيليا؟ لا مليش شوكولاتة. مش شوكولاتة؟ اه. يا سلام عيوني ليكي حبيبتي، عناية ليكي يا قمر. شكرا. عناية يا روحي. ايه بقى الحاجات الحلوة دي؟ ايه الشكل الرهيب ده؟ فين؟ تعالوا انا جبت شوفوا انا مركزة مع الطاجن وسبت ايه؟ الطبق. وسايبة الفرن، انا تهت مع الطاجن. الطاجن بصراحة شكله يخطف. ناخد ايه بقى؟ يلا بينا، تعالوا نروح على هناك كده. ايه رايك يا استاذ سباعي؟ قول لنا رايك كده. ربنا يكرمك. تعالوا بقى نقدم مع بعض الجمبري. يلا بينا. شويه المرقه اللي موجودين دول هيدوا نتيجه خرافه. بصوا بقى، انا عايزه اشوف معاكم. ادي اهو. عايزه اقطع معاكم واحده كمان اوريكم قد ايه مستوي من جوه، مش بس ان هو واخد لون وتشويح والكلام ده، لا مستوي. شويه بقى ايه، امسكها بس بالمقلوب اهو. شايفين بقى الدلع اللي نازل ده؟ وبس كده هظبط بس الشكل عندي بمعلقه ونبقى خلصنا اكله يعني محترمه زي ما بيقول. بصوا شويه الصوص ده، عايز رز اهو، لقمه عيش، والله اي حاجه هيبقى ماشي معاها اهو. فين الجمال؟ نجيب منديل بس نضف كده مكاننا ونبقى خلصنا. شفتوا بقى السهوله؟ يعني شفتوا الموضوع ازاي سهل وبسيط؟ مفيش أي حاجة صعبة ولا في حاجة مرهقة. في 20 دقيقة عملنا وصفة كاملة متكاملة، الجمبري بالخلطة وطاجن البطارخ بالكريمة. شفتوا قد إيه سهل، مفيش حاجة صعبة. يمكن الناس اللي ما جربتوش تبقى مستصعبة شوية الموضوع، لكن والله الموضوع سهل جدا. يا رب تكون سفرتنا كده عجبتكم. قبل ما أختم معاكم أو قبل ما نخرج هتكلم في دقيقة بالظبط عن منتج إيه يا كلين. طيب إيه هو إيه يا كلين؟ ده منتج منظفات موجوده شركه بقالها فتره كبيره جدا، منتج بتاعها مختلف لانه بيمشي على اي حاجه انت عايزه تنظفيها او تعقميها. اكتر ميزه بصراحه عجبتني فيه ان هو ملوش ريحه، يعني هتنظفي بيه فرن، هتنظفي بيه حلل، هتنظفي بيه السيراميك بتاع المطبخ، هتنظفي بيه فضه او نحاس، كل الحاجات دي هيمشي حالها معايا، مش هيكون في اي مشكله. سعره حلو. ليهم صفحه طبعا على الفيسبوك تقدروا تتواصلوا معاهم عشان تقدري ان انت تحصلي على منتج مفيش اي مواد كيميائيه، فبالتالي مفيش اي خطوره ان انا اقدر استخدمه حتى لو انا عندي مشكله، يعني حسيت صدر او كده هيبقى امن جدا معايا، مش هيعمل لي اي مشكله. يا رب تكون الحلقه عجبتكم او فقره المطبخ عجبتكم، يعني حلقه سهله جدا وبسيطه مفيهاش حاجه صعبه. هناخد فاصل سريع وممكن واحنا بناخد الفاصل اخد معاكم حته من الطاجن ونرجع ليكم، لسه معانا فقرات جايه كتير.
الفاصل ما غبتش عليك. طبعا الفترة دي أكتر فترة مناسبة للاحتفالات والسنة الجديدة، يا رب يجعل أيامنا كده كلها خير وسعادة. بس الوقت ده بنعمل حلويات كتير، تورت بقى وكوكيز وبسكوت وكيكات رايحة وكيكات جاية. فبالتالي أكتر حاجة وأكتر صنف بتعمل في فترة البرد دي هي الحلويات. على قد ما بتدينا طاقة وسعادة ودفى كده، على قد ما بتكون سبب في أمراض كتيرة جدا زي مرض السكر وزيادة الوزن بشكل كبير. فأكتر حاجة لازم يمنعها مريض السكر أو أي حد عايز يخس أو يقلل من وزنه أو يمشي على نظام صحي هو السكر. يعني أي نظام كده غذائي أول حاجة ممنوع السكريات. فبالتالي طبعا ممنوع السكريات في أكل وشرب وعصاير وأي حاجة فيها سكر. فبالتالي هل هنفضل محرومين من السكر أو هل هيفضل أكلي كله ملوش طعم أو أشيل الحلويات من يومي خالص؟ لا. شركة AMD عملت لها سكر لوبي بنفس طعم السكر العادي من غير أي سعرات حرارية، نقدر نستخدمه في كل حاجة سواء مشروبات أو عصاير بارد أو سخن طبعا أو أي حلويات، لأنه بيستحمل درجات الحرارة العالية. ده اللي هنعرفه النهاردة مع دكتور مصطفى حامد استشاري الأمراض الباطنية والصدرية والمستشار الطبي لشركة AMD. رحت مع دكتور مصطفى الأول. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ أخبار حضرتك إيه؟ زي الفل الحمد لله. مرسي. أنا واحدة من الناس بحب الحلويات جدا. مزبط. يعني دي الحب كده زي ما بيقول، وبتزيد اكتر في الشتاء زي ما انت قلت. بالظبط. يعني مزبط. دايما عايزين سحلب مغات، ماشي محدش والد بس برضه بنشرب مغات. مزبط. اي حاجه مسكره بنحبها في الشتاء. ولو طلبت من حد قول له ما تحطش سكر هيزعل مننا جدا. بالزبط. وكمان ممكن ما يشربش الحاجه اللي متقدمه له. اكيد. طيب ايه الحل؟ ما هو انا دلوقتي وزني زايد او وزني بيزيد مع اقل اكله ممكنه او اقل سعرات حراريه باخدها وزني بيزيد. صح. ده رقم واحد. او لو كنت مريض سكر اوريدي فانا اي حاجه بتاثر فيا وبتعلي نسبه السكر عندي في الدم. صح. او لو كنت حاجه زي بنسميها احنا البري دايابيتيك اللي هي ما قبل السكر يعني بمعنى صح ان انا بوردر لاين، ان انا على حواف، عملت مثلا سكر تراكمي وقالوا لي خلي بالك انت ممكن تبقى مريض سكر بعد 3-4 سنين او في تاريخ مرضي، او في تاريخ مرضي ليا او للاسره. الاب والام الاخ اي حاجه من دول، كل ده يخليني قاعد في قائمه الانتظار. يعني ايه قائمه الانتظار؟ يعني قاعد وحاطط ايدي على قلبي. هل ممكن ابقى مريض سكر؟ هل ممكن في يوم الايام فعلا اتحرم من السكر؟ النقطه دي بقت فيصليه. لوفي في النقطه دي قدر يعمل ايه؟ قدر يقول لك لا انا مش هضيع طعم السكر الطبيعي في تيست بتاعك في بقك في المذاق بتاعه، وفي نفس الوقت مش هديك طعم اللي بنسميه احنا الافتر تيست اللي هو بعد المذاق المرار الموجود اللي في السكر الدايت المنتشر طبعا جدا ده اللي هو بيخليني فعلا انا مش قابل اقبله او رافض فكره كلمه سكر دايت. لوفي في النقطه دي حل النقطه دي ازاي؟ احنا اتفقنا عن طريق ان هو قدر يحافظ على طعم السكر زي ما بنقول عليه الحلو، طعم الطبيعي الحلو بتاعه، وفي نفس الوقت مفيش مرار في البق. ده غير ان احنا بنتكلم بقى في زيرو كالوريز. يعني ايه زيرو كالوريز؟ يعني مفيش سعرات حراريه نهائي. تخيلي ان انا بحرم نفسي من حاجات كتير. يعني في ناس كتير تقول لك بص انا ممكن ما اكلش ولا اشربش بس ما كوبايه الشاي بتاعتي ما تبعدهاش عني. صح. طب انت بتشرب كم كوبايه شاي في اليوم؟ بيرد عليك يقول لك لا كوبايه كام كوبايه شاي ايه ده انا الكوبايه خلصت من هنا على طول وراها كوبايه تاني. فعلا. ممكن توصل 5-7 كوبايات في اليوم كل واحده عليها. طب لو جينا حسبنا مظبوط لو جينا حسبناها مع بعض وقلنا كوبايه الشاي بتاعتنا انا بحط عليها 3 معالق سكر. المعلقه الواحده بتساوي 20 كالوري 20 سعر حراري. طيب 20 في 3 ادي 60 60 بس في الكوبايه الواحده. طيب انا عملت 5 كوبايات في اليوم. مش لازم شاي على سحلب على نسكافيه على اي حاجه اي مشروبات. بقت عملت كام؟ بقت عمل احنا قلنا 60 في 5 5 ده الطبيعي، عايز اقول لك في الشتاء ده الطبيعي. 60 في 5 بكام؟ عامله 300 كالوري. طب كلت جنبها اي حاجه كوكيز او اي مثلا سويت او اي حاجه حلوه مثلا او حته بسبوسه بسكوته اي حاجه بالزبط. بقت كام؟ بقت دي لوحدها 300 كالوري لوحدها، بقينا 600. طيب لو جينا ال 600 دول اوريدي انت خدتهم بس هتاخدهم منين؟ من اكلك. يعني قصاد كده انك هتقلل، هيبقى بدل ما مسموح لك بنص رغيف يبقى ربع رغيف، بدل ما مسموح لك ب 150 جرام لحمه يبقى 50 جرام لحمه، حاجات كتير جدا قللت فيها، وفي نفس الوقت كل ده عشان عايز كوبايه الشاي. لا يا سيدي، اشرب كوبايه الشاي اللي انت عايزها واشرب المشروبات الساخنه اللي انت عايزها. هنستخدم سكر لوفي على حسب انت عايز كيس او كيسين او 3 اوريدي، على حسب الطعم الحلو اللي انت حاسه في بقك واوريدي هتبقى مظبوط هو ده، وفي الاخر هيبقى زيرو كالوريز. طب انا وفرت قد ايه؟ وفرت 600 كالوري على الاقل فما فوق. لو جينا حسبناها مع بعض حسبه
الاكله الجميله اللي ريحتها بهدلت الدنيا قبل ده وقت دكتور بعد الهوا ده اكيد ده اكيد. لو جينا حسبناها الجمبري حاجه زي الجمبري لو جينا نقول الانسان الطبيعي هياكل ربع كيلو جمبري ولا انا غلطان؟ ربع كيلو ده معناها ثلاث قطع او ثلاث حتت جمبري مثلا. هيدوني قد ايه؟ على حسب طريقته. يعني مثلا لو حبيت حضرتك نتكلم في المقلي هيديني 550 كالوري بس في الربع كيلو. طيب يعني الربع كيلو يا دكتور المقلي المقلي 550 سعر حراري ده من غير بقى العيش والحاجات اللي جنبه والبطاطس خالص ولا اي حاجه خالص. طيب هنقول بقى المشوي هيبقى عامل كام؟ عامل في حدود 450 الربع كيلو برضو. طيب بقى لو كان معمول بالبقسماط او خلافه زبده بقى احنا حاطين زبده زبده يبقى بقى كده احنا ما بنتكلمش على الزبده كده مفيش سعرات بقى خلاص ما تعدش كده خلاص احنا عدينا اوريدي. انا عايز اقول لك بدل ما تاكل ربع كيلو لا هتاكل نص كيلو بس قصاد كده ان احنا خدنا من الكالوريز اللي بتاخدها في كوبايه الشاي تاخدها في البسكوته او اي حاجه بتاكلها تاني مع الشاي كل ده خدناه ووفرناه في اكلنا. اللوفي حل النقطه دي بحيث ان انا اسحب من هنا واقدر اخليك تاكل وتبقى حتى ساتسفايد تبقى مبسوط وانت بتاكل اكلتك. فدي نقطه كويسه. وفي الاول وفي الاخر انا بتكلم على زيرو كالوريز يعني صفر حراري. النقطه برضو بتاعت ان الجماعه اللي هم عايزين يحافظوا على وزنهم انا رحت عند دكتور تخسيس تعب معايا جدا وانا تعبت في خلال شهرين ثلاثه لحد ما وصلت للوزن المظبوط. كتير مننا بعد شهرين من موضوع التخسيس ويوصل الوزن المثالي بتاعه بيبدا يقول لك انا ببدا ازيد في الوزن وببدا فعلا الموضوع يخرج من ايديا وهرجع لوزني الاولاني. ما هو الـ 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 الوصول للقمه سهل لكن المحافظه عليه هو اللي صعب. صح. دايما كده يقول لك انك تطلع الاول في الدراسه بتاعتك سهل انك تطلع اول مره الاول. صح. لكن تحافظ على الموضوع ده بقى يا دكتور ان هم يبقى يعني في خطه كده ماشيين عليه مش هيروحوا ولا شمال ولا يمين. مظبوط. اللوفي قدر يحل النقطه دي عن طريق ان هو بيحافظ على السعرات الحراريه اللي انت بتاخدها بيوفرها ويديها لمكان تاني. فبالتالي مش هتحمل طاقتك او مش هتحمل فوق جسمك سعرات حراريه لان انا اوريدي انا محتاج 1500 سعر حراري في اليوم كله. تخيلي بس لما اخد 600 سعر حراري منهم بس لمشروبات ساخنه ويا ريت ربي يجوا على 600 يعني 600 ده ناس طبيعيه لكن في ناس اصلا ممكن تفطر حاجات سكرها عالي جدا حاجات يعني دهونها كتير قوي فموضوع بيقلب انت تعرفي حضرتك في رقم كبير مظبوط. انت تعرفي حضرتك ان انا بانصح اي مدخن وانت عارفه ان عدد المدخنين عدد لا يستهان به عدد كبير جدا. انصح اي مدخن قلل على نفسك لانك انت عندك عرضه انك تبقى مريض سكر لان التدخين السموكينج عموما هو احد العوامل المساعده ليه ان يحصل عندنا سكر بعد عمر معين. طيب اوريدي انا ليه حتى لو انا مش قادر امنع التدخين وبحاول اقلله ولكن حاول ان احنا نستخدم حاجه زي اللوفي سكر دايت معاك لان دايما اي مدخن بيبقى كوبايه الشاي كوبايه القهوه كوبايه كذا معاه بتبقى هي دي اللي بيبقى ساتسفايد بيها مبسوط بيها. طب خلاص ما نزيدش زي ما بيقولوا ايه الدنيا اكتر عليك فخلينا مع اللوفي الاكياس بتاعتنا السكر دايت زيرو كالوريز فبالتالي هقلل ان انا ما اتحطش في قائمه البري دايبيتك اللي هم ما قبل السكر وبقى قاعد متهدد. لا انا مش عايز الموضوع ده وعايزك تقعد مرتاح وفي امان بمعنى صح. هي الفكره يا دكتور ان لوفي ما فيهوش طعم مراره. مظبوط. يعني في ناس هتمنع مثلا السكر حد بقى سواء مريض سكر او اي حد عايز ينزل من وزنه فبالتالي اي دكتور تغذيه هيقول لك شيل السكر. طيب احنا نشيل السكر ونحط سكر عادي سكر اللي هو الدايت. مظبوط. بتبقى كوبايه الشاي وهقولها يعني كده بتبقى متغصبه وانت بتشرب او حضرتك وطعمها غريب فعلا اللي هو يا ريتني ما شربتها انا مش عايز شاي. مظبوط. وفعلا بل برفض كلمه سكر دايت دي نهائي. تخيلي بقى ان احنا كمان شوفي بقى الثقه في النقطه دي اكتر. لا ده احنا بنقول كمان اللوفي لو اي سيده بيت سمعانا دلوقتي تقدر تستخدمه في الحلويات بل انه هيدي طعم تيست احلى كمان من السكر العادي. يعني انا كيكه بسكر لوفي ودي اسمر مع دي شوفان. مظبوط. حطينا شويه بذور مثلا تعلي القيمه الغذائيه هتبقى مشكلتي حاجه حلوه حاجة كمان الولاد كمان. يا دكتور يعني أنا مش هيحسوا ابدا مش هيفرق الطعم خالص ما بين السكر العادي الطبيعي لان هي دي مربط الفرس في النقطه دي معايا. ازاي اخليك تقدر تستغنى عن السكر الطبيعي اللي اوريدي زاد سعره دلوقتي بالظبط ونحط سكر لوفي بحيث ان انا اكسب وفي نفس التوقيت
برضو ما يبقاش احافظ على صحتي ما يبقاش تيست وطعم في بقي برضو ايه متغير او متغصب على حاجه زي ما حضرتك قلت. لان الموضوع بيبقى انت يعني احنا كمصريين مزاجنا في كوبايه الشاي صح. هيجي حد يقول لي شيلي السكر احط السكر دايت هلاقي طعمه وحش، هبقى قاعده مزاجي متعكر، اقول بقى مزبوط. ايه بلا تبطيل سكر بلا نظام غذائي خلاص بقى خلاص انت حرامه يا دكتور فتحت عرابه. لكن حته ان هو لوفي ما فيهوش مراره دي دي حلت دي حلت مشاكل كتير جدا 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 فعلا. طيب لوفي يا دكتور سعره اقتصادي جدا، انا عارفه ان سعره جدا مظبوط، وغير كده ولا كده لوفي موجود في الصيدليات كلها. واحنا النقطه دي بالذات انا يعني بحترمها قوي عشان خاطر برضو ان احنا بنتكلم على حاجه تحت اشراف وزاره الصحه والرقابه الدوائيه، فبالتالي التخزين يبقى كويس، ما فيش رطوبه عاليه على الاكياس، كل كيس لوحده. يعني انا من النقطه اللي برضو اللي عجبتني جدا ان في سكر دايت بيبقى جارز بس وانس ان انا فتحت الجار خلاص اتس اوكي، رطوبه بقى خلاص، يبقى انا محتاج انه يخلص في وقت معين، غير لما يكون كيس صغير بقى انا بفتحه بيبقى على قد ما انا فتحته عليه، يبقى ساعتها ما برتبطش بتاريخ صلاحيه غير تاريخ صلاحيه العلبه اللي عليا. يعني مظبوط. امشي بالجار ده صعب، لكن مظبوط في عربيتي ده غير الهدر في الجار هيبقى كتير اوريدي. يعني انا اوريدي برضو كيس بيبقى محكم ما بنظبطش الكميه كمان يا دكتور. مظبوط ما اعرفش اظبط الكميه مظبوط ممكن الكميه، لكن انا حتى لما بيجي اخد كيس معايا او كيسين موجود في جيب الجاكيت بتاعي او في عربيتي او في اي حاجه، يبقى ساعتها بتبقى الدنيا كويسه جدا جدا وسهله. طيب بما ان احنا قلنا ان هو زيرو كالوري، مفيش اي ولا تنتوفه سعر صغير، زيرو زيرو كالوري مظبوط. طيب هل ليك او يعني الشخص اللي هيبتدي ياخد سكر لوفي ليه حصة معينة في اليوم أو ليه كمية معينة في اليوم ولا ينطلق يا دكتور؟ ينطلق. أنا لما بتكلم على زيرو كالوريز يبقى أنا ما بحسبش، ما عنديش أساسا حاجة كالكوليتر مع لا ما عنديش حتى في الآخر حسبة تساوي كذا. يعني مثلا أنا لو قلت مثلا في واحد كالوري هقول أنا لو خدت 100 كيس في اليوم هيبقى 100 كالوري، لا ده انا ما عنديش، ده انا زيرو كالوري. يعني اوريدي لو خدت 100 كيس في اليوم انا مش ضررني في حاجه، لا في ضرر على جسمي ولا في ضرر على برضو بالنسبه للكالوريز او السعرات الحراريه اللي حضرتك خدها. هي الفكره ان مفيش سعرات وطعم حلو وسعر اقتصادي طبعا طبعا وموجود في كل الصيدليات، وقصه الصيدليه دي لوحدها يعني أمان. بتطمن الناس الدكتور الناس جدا ان هو انا هنزل الصيدليه اسال على سكر لوفي فهو موجود في الصيدليه في امان. امان جدا، مش هاخد منتج عليه اي كلام، ده هو فيه تصاريح وفي رقابه وفي حاجات كتيره جدا عدى عليها حد ما يكون موجود على رف الصيدليه. ده غير ان السكر لوفي اللي هو السكرلوز الماده الفعاله ده معمول عليه اكتر من 120 ستادي او 110 ستادي بالظبط عشان ابقى دقيق، مفيش اي اثار جانبيه على اي مرض مزمن سواء كان ضغط او سكر او اي حاجه. طبعا احنا بنقول اي مرض مزمن مفيش اي اثار جانبيه، بخلاف بعض السكر الدايت التاني المواد الفعاله التانيه لا وفيها اثار طبعا بتعمل مشاكل على المدى البعيد. يبقى تخيلي ان انا زي ما بيقول كده بالصفوه بتاعت السكر الدايت انا عالجت كل العيوب بتاعت سكر الدايت اللي فات كله وقدرت انزلها في سكر دايت لوفي بحيث ان هو يقدر يديني الساتسفاكشن اللي انا عايزها او بمعنى صح المميزات اللي انا عايزها في الموضوع. يعني سواء يا دكتور مريض ضغط، مريض سكر، مريض كوليسترول عالي، اي حاجه، اي حد، بالعكس تكون افاده ليه، افاده جدا طبعا. يعني مش بس ان حد عايز ينزل وزنه، انا عايز لان انا بحاول اجاوب على تساؤلات كل واحد ممكن يسال نفسه وهو قاعد في البيت دلوقتي. يقول طب هل انا وخدته بكميات كبيره هل في مشكله؟ لا ما فيهوش مشكله، زيرو كالوري. فدي زيرو اعتقد كالوريز. يعني نص المشوار الناس ما تبقاش مقلقانه هي بتستخدمه، فدي نقطه مهمه جدا جدا. الوقت يا دكتور خلص بسرعه مع حضرتك. مش مصدق. والله يعني حضرتك منورني. ميرسي جدا. وان شاء الله نتكلم اكتر واكتر عن سكر لوفي، وانا هظبطهم باذن الله نعمل وصفات كده بيها عشان نوريهم ان الموضوع عادي، هناكل حلويات بدون تانيب ضمير وهاكل وانا على الهواء وهدوى حضرتك ان شاء الله. نورتي يا دكتور مصطفى. ميرسي جدا، اشكرك. لسه معانا فقرات جايه كتير، هناخد بس فاصل ونرجع ليكوا على طول، اوعوا تروحوا في اي حته. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبناش عليكم. دايما الدايت في الشتاء بيكون صعب جدا، وخصوصا طول الوقت بنبقى سقعانين ومتكلفتين كده تحت الغطاء وعايزين بس نفضل متدفين عن طريق الاكل. طبعا هو الوسيله الوحيده اللي احنا متوقعين او دايما عارفين ان هي اللي هتدفينا. ممكن بتحسسنا بالدفء في وقتها، لكن بنخرج بعد كده من الشتاء على الصيف بوزن كبير جدا جدا. منظومة خبير التغذية دعاء سهيلة تخلينا نعدي الشتاء بسلام من غير ما نزيد في الوزن ولا يحصل لنا أي مشاكل صحية خلال فترة الشتاء. ده هيكون عن طريق إيه؟ عن طريق الكورسات الطبيعية اللي ملهاش أي آثار جانبية
موجوده في المنظومه، وهنعرف طبعا ايه هي الكورسات الكتير ومكوناتها، وتقدر ازاي تشتغل على الحرق وتعليه من غير ما حتى امارس رياضه او يعني حد يطلب مني انزلي تمشي او روحي جيم او الكلام ده كله. هنعرف كل ده من خلال دكتور خالد احمد غزالي، استشاري النباتات الطبيه وممثل منظومه خبير التغذيه دعاء سهيل. نروح طبعا دكتور خالد الاول. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ بردان. كلنا مش حضرتك لوحدك. الجو فعلا دلوقتي ثلج جدا جدا، واحنا رايحين جايين على المطبخ سحلب مغات، مش حد والد بس هي مغات عشان السمنه ولا بالظبط. اكل كتير وكلها سعرات وكلها سكر، فبالتالي هنخرج من الشتاء او مش عايزين نخرج من الشتاء بوزن كبير. لبس الصيف هيبين كل حاجه. أيوة. الجواكت هتقلع والشال والحاجه، مفيش بقى مفيش امل بقى ان حد يقول لي ده انت، حد مثلا تشوفيه تقولي انت تخنت ليه، يقول لك لا ده الهدوم. الهدوم دي هتتشال في الصيف. فعايزين نشوف المنظومه هتقدم ايه النهارده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طيب احنا هنقول ان الواحد ممكن يخس في الشتاء لوحده. حلو، دي مقدمه تفتح النفس. ازاي؟ انا اقول لك على حاجه، احنا جسمنا بردان، الاتموسفير اللي حوالينا بره جسمنا كله برد. فاذا الجسم لازم يعوض البرد ده ويخلي الاتموسفير حواليه بدرجه حراره الجسم، فبالتالي هيحرق زياده على عكس ما الناس فاهمه. لا لا ثواني يا دكتور، يعني احنا ممكن نخس في الشتاء؟ قصدي ما الناس تقول لك خسوا في الصيف. خس في الصيف؟ لا، هو احنا احنا ممكن نخس في الشتاء ازاي؟ انت دلوقتي درجه حراره الجسم دي لازم الجسم عندنا يكون الدم محافظ على درجه حراره الجسم 37. دي درجه حراره الجسم الطبيعيه. كويس. طب انا دلوقتي درجه الحراره الخارجيه اقل من 37. حلو. كويس، بكتير. احنا مثلا يمكن 12 13 بالظبط. كويس، فاو احنا بالليل الصبح مثلا كانت 6 او 7. طيب يبقى جسمنا لازم يدفى، فبيعمل مجهود او بيعمل حرق زياده علشان يطلع طاقه، يبتدي يدفي نفسه، وبالذات الاعضاء اللي هي الاعضاء الحيويه زي الكبد زي المخ زي الاساسيين اللي يعني الجسم يا دكتور بيحرق عشان يعادة درجه الحراره، عشان يدفي نفسه. بدليل ايه؟ بدليل الريفلكس بتاع الجسم عشان يعلي درجه حرارته، تلاقي ان الايدين تزرق. انا والله واحده المناخير تسقع، الحاجات الاطراف بتبص تلاقي ده كل ده علشان يحافظ على درجه حراره الجسم الداخليه للاعضاء الحيويه. فبالتالي بنقول برضو الشتاء مهمه جدا ان احنا نقدر نخس فيها بسهوله، مش بصعوبه ابدا يعني. بس انا اللي بنصح بيه، احنا عندنا في المنظومه حوالي 34 35 كورس للتخسيس. كل الكورسات اللي عندنا دي كورسات نباتات طبيعيه 100%، ما فيهاش اي مواد يعني كيميائيه خالص، ولا مواد حافظه ولا اي تداخل. زائد ان مثلا انا عندي المنتجات بتتراوح بين حاجات بتقفل الشهيه. طب واحد يقول لي طب انا بردان هتقفل لي شهيتي؟ هفضل بردان برضو. مين قال لك كده؟ طب انت عندك مخزون، ادي للجسم. ثانيه يا دكتور معلش هقف هنا، لان السؤال ده انا واحده من الناس بساله. اتفضلي. انا دلوقتي مثلا حد هيتابع ياخد الكورسات كويس وعنده شهيه عاليه، هتيجي حضرتك تقفل له الشهيه بالكورسات الطبيعيه اللي ما فيهاش اي مركب كيميائي؟ ممتاز جدا. طيب اكله هيقل اكيد، فهو متخيل ان طالما ما فيش اكل كتير فانا هفضل بردان. مين قال كده؟ هيبتدي الجسم يحرق من المخزون اللي بنحوش فيه بقالنا عشرات السنين. صح كده. هو دلوقتي انا هدي سعر. بص حضرتك، الجسم متاقلم على الحياه، ربنا خلقه عشان يعيش. ما خلقوش عشان يموت، الموت ده اجل. انما الاعضاء الحيويه لازم الجسم عنده اولويات، المخ رقم واحد، القلب، الرئتين، الكبد، البنكرياس، الاعضاء الحيويه دي كلها اولويتها، اول اولويه عندنا المخ، تاني حاجه القلب، تالت حاجه الكبد، تالت وهكذا. دي لازم تاخد الطاقه بتاعتها. سواء اديتها لها او ما اديتهالهاش، يعني كلت ما كلتش، الاعضاء دي الاجهزه دي هتاخد طاقتها لازم. فانا دلوقتي لما باجي ادي كميات سعرات قليله، مثلا اديتك مثلا حاجه زي الجارسينيا في الكورسات عندنا مثلا، او الشاي الاخضر او القهوه الخضراء، بتسد النفس شويه. فانا لما بسد نفسي بتتسد، باكل قليل. كويس. طب هل انا لما باكل قليل هبرد زياده؟ مين قال كده؟ ما في ميكانيكيه ثانيه، في مخزون متراكم من سنين كتيره اللي هو الدهون، هتبتدي لازم تتكسر وتبتدي تدينا الطاقه. يا دكتور الحالات اللي متابعه مع المنظومه مع دكتور دعاء، ما بيجيش حد كده يجي لكم تليفون يقول لك انا بردان، انا متكتك عايز اكل بطاطا بقى بحاجات اللي هي السخنه كتير دي؟ على فكره اقول لحضرتك على حاجه، البطاطا حلوه جدا. ما هي البطاطا احنا ما بنسيبهاش في حالها. نحط عليها سمنه وقشطه وسكر. لو هناكل البطاطا على وضعها عادي. جميله جدا. البطاطا فيها فيتامين، الماده الاوليه الفيتامين ايه، فيها الياف كتير جدا. بص حضرتك اي حاجه دخلت فيها الالياف بقت صحيه. ده لو هناكلها في صورتها الطبيعيه. بالظبط كده. لو هناكلها في صورتها، وناكل قشر.
انا باكل فكرة. الشوكولاتة جميل. يعني انا مش بحب نقول نرمي وما نرميش. طيب انا دلوقتي بيجي انا جعان، طب اكل ايه؟ او بالظبط يعني لما يجي لكم مثلا تليفون من حد بيتابع مع المنظومه، طبعا عايزين نوه برضو ان في متابعه اسبوعيه لاي شخص بيتابع مع منظومه دعاء سهير، فبالتالي هيكون في حد ماشي ورانا كده بيتابع احنا عملنا ايه طول الاسبوع، بحيث لو في اي مشكله كانت مشاكلنا ايه. انا عارفه ان احنا شكينا قوي يا دكتور. هيلاقي متابعه، هيلاقي في حد بيتابعه بالظبط. نصيحه طبيه دي اهم نصيحه، يعني اخويه مش اخويه، مش نصيحه صاحبه، لا ده نصيحه اخويه، واحد حد اخصائي تغذيه متخصص في التغذيه هيقول لك تعمل ايه. طيب انت بتقولي دلوقتي انا عايز اخد، انا اهم حاجه عندي في الموضوع كله السكريات والنشويات، لو بعدت عنهم وخدت الكورسات انا اضمن لك 100% تخسيس. طيب بعدت عنهم ولا قللتهم؟ بص حضرتك يعني خليك يا دكتور رحيم كده بينا وبين الناس. انا اقول لك على حاجه غريبه، انت مش يعني محدش هيصدق، انا الدهون عندي ارحم من السكريات. انا عارفه المعلومات. الدهون الدهون بتقعد في المعده، الدهون الطبيعيه اللي هي السمنه الموجوده في اللحوم اللي موجوده في الحاجات دي كلها ارحم من النشويات، ارحم من السكر. كويس. طيب يمنعوه خالص يا دكتور او يقللوه؟ يقللوه على قد ما يقدر. نبعد عن السكريات في قلنا العصاير، نبعد عن السكريات في الحلويات كلها بقى خلاص، الحلويات اي حاجه نبتدي نقلل السكر. على فكره الاحساس بالسكر يعني انا واحد امبارح كنت عند ناس وجابوا لي شاي، ما قالوش هتاخد قد ايه سكر، فحطوا لي سكر، رحت مدور على حد كده قلت له اتفضل كوبايه دي حلوه قوي فيها طن سكر. الراجل قال لي ده انا حاطط لك فيها معلقتين، قلت له انا بشرب نص معلقه. طب وانت يا دكتور قبل كده كنت بتشرب ايه؟ كنت بشرب 4 معالق. أربعة معالق كتير قوي. ودلوقتي في نوع معين من انواع الشاي بشربه من غير سكر خالص. فانا بحاول بقدر الامكان اقلل السكريات، اقلل النشويات. فده الطبيعي. احنا عندنا مثلا لما جينا مثلا في المنظومه احنا بنخس قد ايه؟ بنخس من 8 ل 12 كيلو في الشهر شهريا، صيف شتاء. اصل في ناس تقول لك لا ده الشتاء ده انا لو خسيت 4 كيلو يبقى هعمل فرح. لا هو هيعمل فرحين ان شاء الله، يخس من 8 ل 12 كيلو. انما هي الفكره في ايه؟ ان في راجل اللي هو الدكتور او الدكتوره او الاخصائيه التغذيه او اخصائيه التغذيه اللي بتتابع معاكي، هي دي اللي الجايد بتاعك او المرشد بتاعك او القائد بتاعك انك انت تخسي، هتديك الكورس وتقول لك امثل طريقه لاستخدام الكورس. كورس المظبوط على حالتي. طبعا في انا عارفه دكتور اقول الرقم بتاع الكورسات انا حافظاه ان هم 34 كورس موجودين في المنظومه، فبالتالي مش اللي يمشي معايا يمشي مع غيري، لا هو كل كورس بيتارجت حاله معينه، فيبتدي اخصائي تغذيه يرشح الكورس زي ما نقول متفصل على الحاله. ليه؟ لان هو بياخد اسئله وبيسال اسئله معينه علميه وبياخد منك داتا وبيبتدي يقول لك طب والله انت لا المناسب ليك الكورس الفلاني او الكورس العلاني او ده او ده او ده من 34 او 35 كورس بيبتدي يدوم لك. الكورسات فيها حاجات مجتمعه فيها زي الفايبرز او الالياف الغذائيه، الالياف الغذائيه دي مهمه جدا في حياتنا. يا جماعه ناكل البرتقانه، يا جماعه ناكل اليوستفندياه بقشرها، يا جماعه لو بقشرها يبقى حلو قوي. التفاح ناكله بقشره كويس، مش عيب مش عيب ابدا. ده يمشي على كل الخضار والفاكهه يا دكتور؟ والله اللي يقدر ياكل كده يقدر. طيب كمان في حاجه صحيح كمان انا بلاقي ناس بتيجي تاخد مثلا البقدونس وتشيل العيدان بتاعته وهي تاخد الورق. يعني بيشيلوا الالياف بتاعته يبتدي ياخد الورق. الورقه جميله جدا ومفيده جدا، انما انت بتدمي لي اهم حاجه في البقدونس يعني بالنسبه للتخسيس. ما نشيلش لا خالص العود، هنشيل بس الحته بتاعت الجدر اللي هي مقطوعه من الجدر لان دي بتبقى مش نظيفه، ونبتدي نقطعها صغير قوي زي طبعا انت استاذه يعني نقطعها ونعملها اي هي حاجة. لو دخلت اصلا على فكره في السلطه من غير ما نشيل يعني ما نشيلش مش هتحس بيها بالظبط، يعني الورق مع الصاج ذات نفسه مش هتحس كده. لما تتفرم في السلطه سبانخ كل الخضروات لازم الصاج تتاخد مع الحاجه. ليه؟ لانها مليانه الياف. الالياف دي قلنا هتساعدك في ايه؟ هتساعدك انها زي احنا بنديك الياف طبيعيه واحنا بنخسسك، زي البيستا، زي الانسيليوم، زي البيسليم، زي الكونجاك، زي السيليوم، حاجات كتير قوي كويس. لما بتبتدي تدخل بتعمل امتلاء للمعده، المعده بتمتلي، فبتدي لما اول ما المعده بتمتلي بتدي ايه اشاره للمخ تقول له انا حصل لي امتلاء، فبالتالي بقلل لك كميه اكلك. فانت بتساعديني كمان لما بتاخدي خضروات ان احنا نزود قلة الأكل. ده معناه يا دكتور كده فيديو صغير بيوضح البيستا بيشتغل ازاي؟ ده مش بيستا بس، كل الألياف الغذائية اللي عندنا اللي أنا اتكلمت عليها
ده بيشتغل ازاي؟ اول حاجه هنبص نلاقي الحاجات النباتات اللي غنيه بالالياف، اول حاجه فيها زيرو كالوريز يعني ما فيهاش اي سعرات حراريه، دي الحاجات يا جماعه اللي فيها الياف. انا باخد الحاجه اللي فيها الياف بتنزل معدتي عادي بشرب وراها ميه. احنا نقصد الالياف اللي موجوده تبع المنظومه. أيوة مش الالياف الاكل بتاعنا لا 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 اللي بتيجي مع المنظومه اللي هي زي البيستا زي الاناسيليوم زي البسلام زي كل الحاجات اللي اتكلمت عنها بتنزل. أوكي. اول ما هنديها ميه هتبص تلاقي بقى بص حجمها بيكبر ازاي، بيكبر بينفش. دي كده نزلوا المعده يا دكتور، نزلت المعده قفلت بقى الفراغ الكبير اللي احنا عاملينه بالظبط، وتبتدي المعده تدي اشاره للمخ تقول له انا حصل لي موضوع امتلاء. طب ما كده اكله هيقل تلقائي، ابتدى كده يحصل له وزنه ينزل الوزن بدون احساس بالجوع. تاني هو الجوع هو نص المشكله، هجوع نص المشكله اللي بيحصل كل ساعتين. تاني حاجه بص حضرتك ايه الاثار دول بقى يا دكتور؟ دول دي الدهون دي السعرات بتكسرها. بصي بيعمل بوست الميتابوليزم يزود الميتابوليزم يزود الحرق البسيطه اللي دخلت لي في خلال اليوم بالظبط كده. جينا خدنا بعد كده الفايبرز او الالياف بتبتدي تاخد الدهون اللي خدناها وتخرج مع الفضلات. فاذا ايه اللي هيحصل؟ احنا لما اللي بيحصل كده بيحصل حاجه جميله جدا، وزننا بيقل ما بنجوعش. طب ايه ميزه الالياف؟ ايه ميزه الكورسات؟ ما بتتعارضش مع اي دواء بناخده. ما فيش اي تعارض بينها وبين الدواء. لو في حاله مرضيه زي السكر، زي ارتفاع ضغط الدم، زي ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم كويس؟ زي الحاجات دي بتبتدي تقل معانا. كويس؟ بعد 3 اسابيع بيقل السكر، بتظبط السكر، بتظبط نسبه الكوليسترول في الدم، بعد شهر بتظبط ضغط الدم. فتخيلي بقى بنديكي حاجه بتخسسك غير انها بتخسسك، غير انها بتظبط لك الامراض اللي هي الوراثيه الفظيعه اللي كلها عباره عن يعني ايه يعني الاعراض الجانبيه بتاعتها كتير جدا، سواء السكر، سواء ارتفاع ضغط الدم، سواء ارتفاع الكوليسترول في الدم. كل الحاجات دي بتستهلك ماديا كتير طبعا جدا من بعدين دخل بقى الاسره. مش يعني الموضوع يا دكتور مش بيقفل بس على ضغط او سكر، لا بتلاقي في توابع بقى كتير. احنا ممكن نعدلك 70 مرض يعني تبع السمنه ده لوحدها. سمنه بتسبب 70 مرض، تبتدي من الشعر لغايه الجوت اللي هو النقرس اللي بيجي في صباع الرجل الكبير ده ويورمه، ده من اسباب السمنه بتسببه. بتقلل بس ما تبقاش عارفه يا دكتور الحاجات دي كلها ان هي دايره، او ان الموضوع فيه ترابط بين زياده الوزن الكبيره وبين الامراض الكتيره اللي ممكن تظهر. من اخطر الحاجات السمنه بتخلي فيه حاجه اسمها هرمون الليبتين ماشي في الدم بنسبه كبيره جدا. هرمون الليبتين ده اللي هو هرمون الشبع المفروض اللي ما بيروحش المخ يشتغل، ما بيعرفش يوصل للمخ، فبالتالي بيعمل اعراض جانبيه خطيره هنتكلم عنها ان شاء الله في حلقه جايه. على اساس ان الهرمون ده هو من الحاجات اللي بتقلل المناعه. هي ده يا دكتور عايز حلقه لوحده، واحنا للاسف ده هتكلم عن السمنه وقتنا يعني انتهى بسرعه بالظبط. يعني الحلقه الجايه نتكلم عن السمنه والمناعه وعلاقتها بالمناعه، ودي اعتقد يعني ده يا رب يرفع عننا يا رب اي بلاء او اي فيروس موجود، وان شاء الله الناس كلها تكون في احسن صحه واحسن حال ان شاء الله. نورتي يا دكتور خالد، وان شاء الله يا رب لينا فقرات جايه كتير من بعض وتفيدنا اكتر واكتر في كل مره. نورتني. ميرسي يا دكتور، نورتونا. حلقه سهله جدا وبسيطه، كل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل مطبخ توته مراد. اشوفكم ان شاء الله بكره على خير. السلام عليكم.